موقع أنا السلفي. قال: عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمر بيننا واحدا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يمر بين أصحابه واحد واحد كده، حتى أتى إلي وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرت لامرأتي. ما عليش حاجة تقيمني البرد إلا مرت، زي حتة قماشة زي الملاية بتاعت السرير كده بس تقيلة شوية، إلا مرت لفه على نفسه، هو ده إزار ولف في المرت على نفسه، ده بس اللي بيقي من البرد. وخد بالك لما نتكلم عن البرد لازم تستشعر البرد اللي يخلي الصحابة مش قادرة تقوم من مكانها. يبقى شكله إيه بقى؟ حاجة صعبة جدا. قال: وما يجاوز ركبتي، يعني المرت ده لا يجاوز ركبتي، يدوبك عند الركبة بالعافية، يدوبك ستر عورته بالعافية، يعني حتة قماشة دي إيه اللي مدارياه في البرد ده. شوف أنت في البرد لابس إيه؟ شوف أي واحد مننا قاعد دلوقتي والدنيا حارة أصلا، شوف لابس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أنت لابس الدولاب كله، أنت لابس الدولاب كله، ومع ذلك أنت قول شاعر بالبرد. تخيل بقى ان هو مفيش غير مرت لابسه يدوبك جاي لغاية ركبته مع البرد الشديد ده. فاقترب مني وانا جاث على الارض، جاث على الارض يعني قاعد بركبته، قاعد على الارض بركبته كده. وقال: من هذا؟ هو بيسأل من هذا ليه؟ عشان الدنيا ظلمة جدا جدا جدا، لدرجة ان حذيفة بيوصف إن أحدنا لا يكاد يرى إصبعه. تخيل لما تكون أنت في مكان في أوضة النور مطفي وبتعمل كده ما أنتش شايف صبعك، يبقى الظلمة شكلها إيه؟ أحدنا لا يكاد يرى إصبعه من شدة الظلام. فقال: من هذا؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتم رائحة أصحابه رضي الله عنه، تجاوز كل الأفراد دي وجي لغاية عنده، بس نتأكد برضه من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال: حذيفة، يعني هو حذيفة. قال: حذيفة. فقد تقاصرت إلى الأرض، تقاصرت الأرض يعني كش، بعد ما كان كش على الأرض حذيفة، حذيفة خلاص هو اللي وقع عليه الاختيار. فتقاصرت إلى الأرض. ليه؟ ليه؟ بص بيقولك كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد. تخيل إنك أنت بتستخبى عشان النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولكش اعمل الأمر الفلاني، انت بتهرب، انت مش متربي، انت مش محب للرسول صلى الله عليه وسلم. لا بالعكس، انت كل الحاجات دي موجودة فيك، محب للرسول عليه السلام ومتربي وبتحب تخدم في دين الله عز وجل، لكن الأمر أهوال شديدة. إذا كان من شدة الظلام الواحد مش شاف صبعه، ده هيأدي مهمة ازاي؟ من شدة البرد فحرين في الأرض وقاعدين، من شدة الجوع مش لاقيين حاجة يأكلوها. في هذه الغزوة كان أحدهم يقوم فيبول فيسمع رد فعل بوله على شيء خشن في الأرض، يأخذه هو ضلمة يرى أنه جلدة، يعني يعمل كده يحس أنه إيه؟ إن جلدة جلدة. تخيل بقى جلدة، يعني مثلا كنت مرة أيام الرخاء دبحت خروف مثلا ولا حاجة وجلدة اترمت على الأرض ونشفت، وهو يبول عليها، وبعد ذلك يأخذها وينظفها ويحرقها ثم يطحنها ويأكلها. أنت تقدر تعمل كده؟ وتيجي بقى إيه، تبقى أنت زعلان قوي، الإخوة في الرحلة رشونا رملة على الأكل، رملة إيه بقى يا عم؟ خلاص دي مش جاية رملة خالص. تخيل الصعاب والشدائد اللي كانوا فيها رضي الله عنهم